ازازه مي. اي خدمه تانية تحسين افندي؟ على عيني على عيني. اهلا وسهلا. على عيني. بدنا نتخلص عليك تحسين افندي. لا يومي عم يحصل. نتخلص عليك تحسين افندي مشان بدنا تزبطي. طيب شو رايك تحسين افندي نحن مشان كمان لازم احسن. يا سيدي يا تحسين افندي نحن جايناك وقصدين الله وقصدين يا سيدي نحن في مين عندنا شغلي بدنا شغلي بدنا. استاذ احمد خير في شيء؟ ليش ما نمتي لهلا؟ ليش؟ كنت نايمة حسيت في حركة بالمطبخ خفت يكون شي حرامي. شو حرامي؟ منين بده يجي الحرامي؟ هذا بيت مدير عام، شو نسيتي؟ يعني ما في حرامي؟ لا لا ما في حرامي، بس أنا عندي شوية ضيوف بالمكتب حبيت ساوي لهم أنا فنجان قهوة. معناها تفضل روح حضرتك لمكتبك وأنا بعمل قهوة بجيب لكم إياها. لا 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 أنتِ لا تكلهم، أنتِ كملي نومتك وأنا اللي بساوي القهوة. أميرة أرجوكي لا تغلطي، لا تخلي أفكارك تاخذك لبعيد، القصة مو مثل ما لك فهمتيها، كل الموضوع وما فيه إنه إجى على بالي أشرب فنجان قهوة، فتت ساويت قهوة، صبيتها، زحلقت، وقع الفنجان، انكسر، ليلى سمعت صوت كسر الفنجان، إجى تشوف شو القصة، هذا هو الموضوع كله. بس أنا شايفة إنك عم تتزحلق كثير بهالأيام، بعدين مو فنجان واحد فنجانين، لمين الفنجان الثاني؟ لمين الفنجان الثاني؟ أنا اللي عم بسألك. إيه. إيه أنت عم تسأليني، فنجان ثاني لوحيد كان عندي بالمكتب وراح. ها، لمين لك القهوة ما زال وراح؟ لمين؟ لك أنا اللي عم بسألك. إيه القهوة طالما راح إلي، لأنه أنا إجى على بالي أشرب فنجانين سوا، فيها شيء هي فيها شيء. بس أنا بحياتي ما سمعت عن واحد بيصب لحاله دفعة واحدة فنجانين قهوة. مزبوط. بده يشرب أكثر من فنجان، بيخلص الأول بيصب الثاني. أكيد. أما يصب لحاله فنجانين قهوة دفعة واحدة، هيدي ما عم تدخل لعقلي. ما بتصير هي أصلاً. شغلة من تنتين. شو هن؟ يا أما كان في عندك حدا بالمكتب وما بدك ليلى تشوفها، يا فتحتينا بالرصاص البياني. وين 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 وين؟ شو عم ساوي يا ولد؟ في فارة. وين أفكارك هوني؟ وين؟ عجبك؟ شايفة تربايتك؟